مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، جبت لكم معايا ايه النهارده؟ فاكرين ان نباتات اكلت الحشرات؟ كنا جبنا لها في فيديو تاني قبل كده دبانه واكلنا لها. النهارده بقى هنشوف يا ترى حصل ايه في الدبانه. يا ترى بقى صحيت وجريت ولا فاتت لسه ميتها ولا ايه؟ والنباتات بتاكل فيها. تعالوا كده بقى نشوف مع بعض. ايه ده؟ بصوا، الدبانة طلعت ماتت وما هربتش ولا اي حاجة، والنبات لسه قاعد بياكل فيها عشان هي ماسكاها ماسكة جامدة. واو، فكرة النبات ده ذكي جدا، وفعلا قدر ان هو يصطاد الدبانة وفضل ماسكها وعمال بقى بياكل فيها. شايفين؟ شكلها مقزز قوي، مش قادرة صراحة ابص عليها، بس ايه، ما الحمد لله ان هي ما طارتش. فضل عمال بياكل فيها اوكي، وماسكها كويس عشان ما ايه ما تطرش. فدي بقى الطريقة اللي النباتات دي تقدر ان هي تصطاد بيها الحشرات وتقعد تاكل فيها. انا عن نفسي اعجبت جدا جدا بالتجربة الفظيعة اللي احنا عملناها دي، وان احنا قدرنا ان احنا نشوف ازاي النباتات تقدر ان هي تاكل الحشرات. في حشرات كتير اوي ميتة هنا. لا، دي نباتات فعلا مرعبة يعني. الصراحة الفيديو ده كان مرعب، النباتات اكلت الحشرات الرهيبة اوي دي. تعلمونا بقى قطع العاب الاطفال، ممكن احنا نجرب ان احنا ناكلها حشرات تانية ونشوف ايه اللي هيحصل. كنت متوقعة صراحة ان الدبانة تطير والنبات ميقدرش ان هو يمسكه، بس طلعت ان هي لا، فضلت ماسكاها لحد ما الدبانة ماتت، وبعد كده راحت ايه لسه قاعدة عمالة بتاكل فيها. زي ما انتوا شايفين اهي. انا عن نفسي انبسطت قوي بالتجربه الفظيعه، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولولي في الكومنتات ايه رايكم في النباتات الذكيه دي وحوار الدبانه ده، حسيتوا بايه؟ بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.